يا سبحان الله يا اخوان، والله يعني لما رأيت النار هذه تذكرت قول الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا الشيخ بدر يا أحبتي في الله أيها المشاهدون، والله تذكرت آية أخرى، يعني الله سبحانه وتعالى ينذرنا من هذه النار. الله جل وعلا يقول: يكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وتذكرت قول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. يا الله.